الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا الأصل في الخطب الاختصار والإيجاز. الأصل في الخطب الاختصار والإيجاز. وهذا أصل عام في كل خطبة، سواء أكانت خطبة الجمعة أو خطبة العيدين أو خطبة الاستسقاء أو الكسوف، بل ويدخل فيها الخطب العارضة كالمحاضرات والندوات، هذه خطب عارضة. فالأصل في الخطبة التقصير والإيجاز وعدم الإطالة، ودليل هذه القاعدة ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. ولذلك فالخطب التي نقلت ألفاظها عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي عدة أسطر وكلمات قد يحفظها الحافظ من قلتها وبلاغتها. وكم من خطيب يطيل الخطبة فيضيع آخرها أولها ثم تخرج منها بلا شيء. فكلما كانت الخطبة أعمق وأخصر كلما كانت أبلغ وأدخل في تحقيق المقصود الشرعي. وإن من الخطباء من يجلس في خطبته ساعة وربع ثم لا تجلس صلاته خمس دقائق إن طول فيها، وهذا خطأ.